الأحكام كانت قاسية، يعني كيش هناك توافق بين المناقشة التي تم إجراؤها من طرف هيئة الدفاع والحكم، يعني هناك تناقض واضح بين الحكم، حكم يعني كان أحكام قاسية جدا، طرح بين 7 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 4 سنوات، حتى الناس اللي عندهم الصراحة تم توقيع عقوبة نافذة في حقهم، كان تبرئة من تكون عصابة إجرامية، وهذه هذه كانت غتكون واحد السابقة في تاريخ ديال القضاء لو أنه تم الحكم بتكون عصابة إجرامية. الحكم كان فيه البراءة من تكون عصابة إجرامية في حق الجميع، ولكن تم الإبقاء على باقي التهم. المهم على العموم شخصيا لست راضي على هذا الحكم لأنه حكم قاسي جدا، وتنتمنى أنه في محكمة السناف يتم إرجاع الأمور إلى نصابها. التفاصيل ما يمكنش نقوله لأنه كاين 20 متهم، هناك تهم متفرقة قلت بين 7 سنوات 5 سنوات 4 سنوات، حتى الناس اللي عندهم في حالة صراحة وما كاينش وسائل إثبات تم الحكم عليهم بعقوبة نافذة.